وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا، ناس آسفي، ناس المغرب، ناس خارج المغرب، فين ما كنتوا تحياتي لكم جميعا، أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. نتمنى تكونوا بخير ولاباس عليكم، نتمنى لكم كل خير ونتمنى منكم كل خير. تحياتي لكم جميعا، أهلا وسهلا مرحبا، تحياتي لكم ناس آسفي، ناس المغرب، ناس خارج المغرب، ناس متابعين، أهلا وسهلا، نورتونا، مرحبا بكم، تحياتي لكم. شكرا على السبورت ديالكم، على اللايك، على الدعم الجميل، كنتمنى منكم دعم أكثر جميل، شكرا لكم جميعا. إلا كنتي جديد أول مرة كتشوفنا، مرحبا بك، أهلا وسهلا. هذا المحتوى، هذه القناة راها ديالكم قبل ما تكون ديالنا، لأن بالفضل ديالكم والدعم ديالكم والتشجيع ديالكم باش حنا استمرينا في هذه القناة، وإن شاء الله بالدعم ديالكم غادي نستمروا فيها أكثر وأكثر ونعطيو فيها أكثر إن شاء الله. فمرحبا بكم جميعا، إلا كنتي جديد مرحبا بكم، أول مرة كتشوفونا مرحبا بكم. ما تنساوش عملوا اشتراك، لايك، بارتاج، تعاليق جميلة، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، فضلا وليس أمرا. نورتوني، مرحبا وألف مرحبا بالجميع، تحياتي لكم جميعا. كيف ما جيت لكاب البدوزة، منطقة البدوزة وشاطئ البدوزة بأسافي، اللي كيبعد 35 كيلومتر على مدينة أسافي تقريبا، هو بالمنطقة الشمالية لمدينة أسافي. شاطئ البدوزة أو منطقة البدوزة هي منطقة لها تاريخ عريق، بها مآثر عريقة جدا. كيف ما كتشوفوا أنا واقفة هنايا أمام المنار التاريخي، المعلمة التاريخية هنا بشاطئ البدوزة، كيف ما كتشوفوا أنا واقفة أمامها، وغادي إن شاء الله ننطلقوا نعملوا واحد الجولة هنايا. كيف ما جيت قلت لكم أني غنعمل معكم جولات من هنا، فاليوم بدينا غنبداو هذا الفلوق إن شاء الله، بديتو معاكم من هنا من أمام المنار، وغنمشيو مع بعضنا حتى نزلو الشاطئ إن شاء الله. أهلا وسهلا، نورتوني، مرحبا بكم جميعا فين ما كنتو، نتمنى منكم كل خير، ما تنساوناش من الدعم الجميل، وفضلا وليس أمرا، شكرا لكم. يلا نمشيو دابا نعملو واحد الجولة إن شاء الله تكون جميلة، تنال إعجابكم إن شاء الله. تحياتي لكم كاملين فين ما كنتو. كما كتشوفوا أنا واقفة في هذا المكان فارغ هنا أمام منار البدوزة، وأنا كنعشق هاد نزيد شاطئ البدوزة، كنجي لهاد المنار في الأول كنعشق نجيلي، وأنا كنعشق المآثير التاريخية. فمرحبا بكم، أجيو معايا نمشيو إن شاء الله نعملو واحد الجولة جميلة. كيف ما كتشوفوا مرحبا بكم، كيف ما كتشوفوا منين انطلقت معاكم، ان شاء الله تنال اعجابكم. تحياتي لكم، مرحبا، او معايا الى اخر الفيديو ينال اعجابكم ان شاء الله. انطلقوا، مرحبا، اهلا. هنا امامنا منار شاطئ، منار منطقة كاب البدوزة، منطقة البدوزة بأسافي. الى جيتي لأسفي وجيتي لشاطئ البدوزة، ما تنساش تجي تشوف هاد المعلمة التاريخية العريقة هنا بأسفي، وهي منار البدوزة الذي له تاريخ عريق جدا. كيف ما كتشوفوا حنا كتشوفوا فين واقفين، كيف ما جيت غنبدا معكم هاد الجولة كيف ما كتشوفوا. فمرحبا بكم، أهلا وسهلا. سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام على معلمة تاريخية. هنا أمامنا ضريح سيدي بن العباس، وهو اللي كيتواجد هنا بشاطئ كاب البدوزة. وكيف ما كتشوفوا حنا الآن كنتواجد، هذه هي الطريق اللي كتجيبنا، الطريق اللي كيجي منها الطريق، هي هذه اللي كتجي من آسفي، هي هذه الطريق الرئيسية اللي كتجي هنايا لشاطئ البدوزة. وكنهديكم هذه المناظر الجميلة مع انطلاقة الجولة، ويلا نمشيو. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، نورتوني جميعا، تحياتي لكم، مرحبا، أهلا بكم كاملين. أنا واقفة حدا شعار الله الوطن الملك، واقفة من فوق، كنهديكم هذه المشاهدات، الشارع الرئيسي اللي كيجيبنا هناك أشغال، وهذا هو الشارع الرئيسي والمدخل الرئيسي لمنطقة شاطئ كاب البدوزة. بقاو معايا إلى آخر الفيديو، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. هناك رياح، معلمة تاريخية عريقة، يا سلام، رائع.
نزل كاين الريح هنايا، ان شاء الله ننزل الشاطئ واخا كاين الريح شويه. هنايا الفوق كيكون الناس اللي كيسولوا على ثمن الكراء، كيكون الكراء الليله تقريبا من 200 درهم الفوق، وبجانب البحر لتحت كيكون الكراء الليله تقريبا من 400 درهم الفوق، على حسب الموقع على حسب المنازل. هذه هي المعلومات اللي عندي على ثمن الكراء. الناس اللي كتسال على الكراء، هنا كاف البدوسه، هنا شاطئ البدوسه باسافي. مرحبا بكم جميعا. هنايا كيجي الطوبيس، كيجي الطاكسيات، كيجيو كيجي الكار، طاكسي، طوبيس. كتشوفوا الاجواء هنا، هنايا كاينه الشوايه، كاينين المطاعم، المقاهي، محلات تجاريه كما كتشوفوا هنايا. هنا كاين البال الطوبيس، ها هو اللي كيجي هنايا، غادي يتحرك دابا كما كتشوفوا الشوايه، المحلات. حنا جينا كرينا هنا في هاد المناطق، هنايا كرينا هنايا تقريبا 200 درهم الليله، 200 وشي حاجه بحال 250 الليله. ما كتشوفوها هو الطوبيس، يلا جا دابا غادي يهز ثاني الناس ويمشي للاسفي وعاود يرجع ثاني. كتشوفوا محلات هنا، كاين البال وهنايا الشارع دابا شويه الشارع مازال خاوي، مع مازال يلا وقيطات العصر، من بعد العصر ان شاء الله يولي الشارع مقتطع على الاخر. انا جيت هنا باش نصور لكم شويه بكري، فمرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي لكم جميعا. غنمشي معاكم ان شاء الله شويه مع الشارع باش ننزلوا الشاطئ ان شاء الله. اهلا وسهلا. حنا الان الناس اللي اللي ما شافش الفيديو من الاول، حنا الان في شاطئ كاب، شاطئ البدوسه. هديتكم مشاهده من الشارع الفوق، نال اعجابكم كما كتشوفوا. يلا نمشيو ننزلوا دابا للشاطئ، مرحبا بكم. هذا رائعه، يا سلام، انا مازال فوق، مازال ما نزلتش لتحت، كنهديكم هذه المشاهده الرائعه. مازال اني مازال في الشارع الفوق، يلا غدا باش غدا ننزل من واحد المكان جميل بزاف باش نهديكم مشاهده باش ننزلوا ان شاء الله للشاطئ. اهلا وسهلا بكم جميعا، هدوء، يا سلام، انا مازال شويه الشارع فارغ، خرجت شويه في حراره باش يمكن لي نصور، يكون الشارع مازال فارغ، يكون شويه ما كاينينش الناس بزاف. شوفوا غنزل معاكم من هاد، غنمشيو من المكان الاخر. يا سلام، منظر رائع. غنزل معاكم من هاد المكان ان شاء الله باش نعطيكم نهديكم واحد المشاهده من الفوق رائعة تنال إعجابكم إن شاء الله. كما كتشوفوا مشاهدة رائعة من فوق، يلا نازلين. Thank you.
يا سلام تصوير وانا مازال فوق. يا سلام منين نزلت شفتو منين نزلت انا مازال واقفه الفوق. يا سلام هنا شاطئ البدوسة بأسفي. يا سلام منظر ولا اروع. انا منين نزلت يلا نمشي ونزلو ان شاء الله. أمواج يا سلام تشوفوا راه مني نزلت شتو شحال تاع الطريق نزلت الدروجات اشواك. يا سلام عامر عامر الشاطئ دابا شهر غشت كيولي مكتظ كاع الشواطئ في شهر غشت كيعمرو بزاف بارك الله. يا سلام على امواج يا سلام الامواج اللي كنحماق عليها. انتم الاجواء ها هي الاجواء بشاطئ بالدوزة ها هي الاجواء عامر تبارك الله امواج يا سلام كتشوفوا معايا تبارك الله عامر عامر الشاطئ فيه الناس دابا شهر 8 كاع الشواطئ كتكون عامره دوشات حمامات وهناك مخيمات مقاهي مطاعم أجواء نظافة جميلة أجواء يا سلام مرافق للأطفال ما خصناش نقربوا على الموسيقى بزاف شويه من هيها انك تسمع موسيقى
بعدا كاين الرياح شويه ما كتسمعش موسيقى بزاف كما كتشوفوا هنايا مخيمات. هنا كاين مخيمات هنايا هنايا فضاء الناس اللي بغات تجي كتجلس هنا. هنا في هاد هنا الاماكن بالمساء كتكون مكتظه. غنمشي ان شاء الله ننزل معاكم حدا الشاطئ الرمال الذهبيه. يا سلام نمشيو ننزلو حدا الشاطئ باش نهديكم مشاهده رائعه من جانب الامواج من جانب الشاطئ ونستمتعوا مع بعضنا بالامواج وصوت الامواج ان شاء الله. نتمنى تكون كنهديكم مشاهده جميله ومرحبا بكم جميعا نورتوني اهلا فين ما كنتو تحياتي ليكم الف مرحبا. الان حنا نزلنا الشاطئ كيف ما كتشوفوا ها هي الاجواء الشاطئ ممتلئ عامر الشاطئ. يا سلام الامواج يا سلام الناس كتعوم. نزلنا الشاطئ نهديكم مشاهدة رائعة للأمواج. يا سلام على الأمواج يا سلام. كنهديكم واحد المشاهده رائعه. هي الامواج غتجي عندي وانا ما سالتاش لابسه الحذاء ديالي غتجي عندي الامواج. هذه هي الاجواء بشاطئ البدوزه اليوم. نتمنى نكون عملت معكم واحد الجوله رائعه تنال اعجابكم ان شاء الله. بدينا الجوعه بدينا الجوله من امام المنار راه المنار فين خليناه شتيو المنار فين بقى. تما بديت معكم الجوله نزلت حتى الشاطئ. ها هي الامواج هي عندي وانا لابسه الحذاء ديالي ما يمكنش لي نوقف فيها. رائع رائع. جولة جميلة هنا من شاطئ البدوزة كيف ما جيت بالأمس مع العائلة ديالي هنايا. إن شاء الله غنبقى نعمل معاكم جولات وبلوغات جميلة. فكنهديكم هاد الجولة اليوم نتمنى تكون نالت إعجابكم. شاطئ البدوزة راه مازال كبير مازال طويل بزاف وفيه بزاف الشواطئ الأمام مازال طويل 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 بزاف. إن شاء الله غنعملوا فيه جولات جميلة. هذه هي الأجواء تحياتي لكم خليت لكم الراحة والأمان. نحبكم في الله الكريم. مرحبا بكم جميعا نورتوني لا تنسوني من دعمكم الكريم ومرحبا بكم كاملين أهلا وسهلا مرحبا تحياتي لكم.